يتقدم الطلبة المتفوقون والمتميزون بهذه التشكيلة للتشرف بالسلام على سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. يتفضل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بتكريم أبنائه المتفوقين. أولاً، دفعة الطلبة الضباط الجامعيين 21 الأول امتياز مع مرتبة الشرف، واستحق سيف الشرف الملازم إبراهيم محمود عبد الرزاق الخضير من الجيش الكويتي. الثاني امتياز مع مرتبة الشرف الملازم فهد غازي غانم الفرج من الجيش الكويتي. الثالث امتياز مع مرتبة الشرف الملازم فهد مفرج ثنيان الدلماني من الجيش الكويتي. الأول على الطلبة الوافدين من الدول العربية الشقيقة امتياز مع مرتبة الشرف الملازم محمد ناصر سعيد المنصوري من مملكة البحرين. حصل على كأس الرماية الملازم سيف سالم دويح العجمي من الجيش الكويتي. حصل على كأس التربية البدنية الملازم شعيب إبراهيم خليل عبد الله من الجيش الكويتي. حصل على درع السلوك والمواظبة الملازم عبد الله نواف سوعان من الجيش الكويتي. ثانياً، دفعة الطلبة الضباط 45 الأول امتياز مع مرتبة الشرف واستحق سيف الشرف وكأس التربية البدنية الملازم سليمان فهد عبد الرزاق الضويحي من الحرس الوطني. الثاني امتياز مع مرتبة الشرف الملازم مشعل خالد رميح المطيري من الحرس الوطني.
الثالث امتياز مع مرتبة الشرف الملازم سعود عبد الرزاق عبد الوهاب التمار من الحرس الوطني. الأول على الطلبة الوافدين من الدول العربية الشقيقة امتياز مع مرتبة الشرف الملازم محمد عبد الحميد محمد من جمهورية اليمن. حصل على كأس الرماية الملازم حمد محمد علي المويزري من الجيش الكويتي. حصل على درع السلوك والمواظبة الملازم فهيد عبد الله محمد بن عيد من الجيش الكويتي. حصل على درع قائد طابور العرض الملازم مشاري مشعل المطيري من الجيش الكويتي. نعم سيد. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.